مكنت الأبحاث والتحريات من توقيف عناصر المجموعة الإجرامية المتكونة من 3 أشخاص وحرز بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 10270 كبسولة، 3 مركبات ودراجة نارية كانت تستعمل في عمليات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى حرز بندقيتين من الصنف الخامس وذخيرة حية من الصنف الأول. بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية لقضية الحال سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.